وانا فيه. لا ورئيسة جمعية آمال فن الترميل التشكيلي بولاية بشار، حيث شاركت في احتفالية الذكرى 70 لأول نوفمبر بولاية البويرة، حيث قدمت 15 لوحة فنية لشهداء ورموز ولاية البويرة الذين شاركوا في الثورة، طبعا ثورة 1954 أول نوفمبر بالبويرة، وأيضا الرموز الستة، مجموعة الستة اللي شاركت في اندلاع الثورة الجزائرية. هذه اللوحات الفنية قدمتها كهدية لمتحف ولاية متحف المجاهد بولاية البويرة، ونشكر خاصة السيد الوالي الذي قام بتكريمي، والشكر الجزيل لسكان ولاية البويرة. وهذه اليوم نحتفل بالذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية، هذه الثورة اللي جاهدوا عليها المجاهدين وضحوا بالنفس والنفيس في سبيل الوطن. اليوم صحتنا انه احنا نعيشوا في سلام. من هذا المنبر نشكر كل الخيرين اللي راهم يحاربوا على البلاد هذه، ويحاربوا باش البلاد هذه تكون في احسن واجهة. وغدا ان شاء الله الجزائر راح تشهد استعراض كبير حشارك فيه مختلف التشكيلات العسكرية، هذا راح تكون رسالة للأعداء اللي راهم يتربصوا بالجزائر. من هذا المنبر نحيو السيد رئيس الجمهورية على المجهودات اللي راه يقوم بها، ونحيو الفريق الأول سعيد شنقريحة على كل المجهودات اللي راه يقوم بها، والجزائر واحدة موحدة. تحية الجزائر وربي يرحم شهداء الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة ذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية، نستذكر اليوم التاريخي هذا، نخلدوا الشعب المجيد اللي ضحى بالنفس والنفيس من اجل تحيا هذا، من اجل ان يحيا هذا الوطن ونعيشوا في سلام. وما ننساش التحيه الخالصه لفخامه رئيس الجمهوريه اللي راه واقف على هذا الاحتفالات. وغدوه ان شاء الله راح نعيشوا يوم عظيم اللي هو ذكرى اول نوفمبر لاندلاع الثوره التحريريه 1954، فيرحم الشهداء الابرار. وتحيه الجزائر، بارك الله فيك. اليوم ذكرى 70 الأول نوفمبر، اليوم نترحموا على شهدائنا الأبرار، الشهداء اللي ماتوا في سبيل الوطن. حقيقة اليوم أنا فرحانين، وديما فرحانين، وكثر خير شهداء الناس اللي ماتت، وكثر خيرهم وقراص هما اللي رانا اليوم بنعمة الاستقلال والأمان اللي رانا فيها. إن شاء الله البلاد تاعنا ديما هانية، الله يرحم الشهداء إن شاء الله.